بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا عرفنا بك حتى نقدرك حق قدرك، وزدنا تقى وهداية يا من تكرمت علينا بالهداية إلى دينك وتوحيدك وعبوديتك، نعبدك حق العبادة، أنت أهل لها في القمة. يا ربنا ارفع عنا كل نقمة قد تؤذينا في ديننا وفي آخرتنا، آمين يا سميع يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. هو الذي ينزل، وتخيلوا تنزيل لفترات من يوم اقرأ حتى اليوم أكملت لكم، وانظر عاد ينزل، فما إيحاء تكرار التنزيل آية ولا بعض آيات ولا سورة وبعض سور. هو الذي ينزل على عبده، مش على عدوه، كما كلب رحم اليمام وأمثالك كثر عبر التاريخ. هو الذي ينزل على عبده، وقد قال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام 30 و40 واحد يدعون النبوة، ما لها شو نهايتهم كيفاش كانت، وما زال جاي طيارات أخرى يكملها الكلب المسيح الدجال. وربما احنا العصر ذا هو العصر المقصود من طرف رسول الإسلام عليه السلام. هو الذي ينزل على عبده، ماذا ينزل؟ آيات بينات، وفي سورة أخرى ولا آيات أخرى مبينات، آيات مبينات أي تريز إكسبسيت كون سوبورت أوكون انتربريتاسيون، آيات بينات ليخرجكم، والقصد من ذلك التنزيل أن تخرجوا من الظلمات إلى النور. وحنا دائما في دعانا نقول اللهم اخرجنا من ظلمات إلى النور، وهو دائما يكرر ذلك، عملية الليبريشن يعني ديليفرانس، كيفاش خرجنا من أزمات الظلمات إلى راحة الأنوار البهية، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم. وقلنا برا شوفوا الرأفة الربانية والرحمة الإلهية، لعلكم تتغذوا، لأنكم تو عطاش وجياع في هذا الميدان، ميدان الرأفة والرحمة، لا في ذواتكم ولا فيما بينكم ولا أنتم وما يربطكم بمحيطكم الذي ما عديتوا له العدوى متاع الفساد، لا كوربسيون، لا كاتاستروف ايكولوجيك سميتو بي اي سو كومبليكسيفي. نسأل الله السلامة.